يسعد مساكم متابعينا، صرنا بأواخر الشهر الفضيل ولساتنا مستمرين معكم فوازيرنا الرمضانية. فزوت اليوم جائزتها القيمة مقدمة من الشوبريسو، المطعم اللي بيقدم أطعمة لذيذة ومتنوعة وأراجيل ومشروبات وأجواء جميلة. وحزوت اليوم تحكي ما الشيء الذي يوقف تساقط الشعر. لا تنسوا تشاركونا أجوبتكم في التعليقات لحتى تدخلوا معنا على السحب، ورمضان كريم.